السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. نكمل دروس مادة العلوم للصف الأول متوسط، الجزء الثاني المتضمن مادة الأحياء. وصلنا إلى مراجعة الفصل الأول صفحة 17. راح نحل أسئلة مراجعة الفصل الأول. اختر الإجابة الصحيحة. أولا، تصل قوة تكبير المجهر الإلكتروني الماسح إلى، الجواب الصحيح هو 300,000 مرة. 300,000 مرة هي قوة تكبير المجهر الإلكتروني الماسح. النقطة الثانية، جزء المجهر الضوئي المركب الذي توضع عليه الشريحة يسمى، الجواب هو المنصة. المنصة هو الجزء الذي توضع عليه الشريحة. النقطة الثالثة، أول من اخترع المجهر هو زكريا جانسون. زكريا جانسون هو أول من اخترع المجهر. النقطة الرابعة، قوة تكبير المجهر الضوئي المركب تصل إلى، الجواب هو 1,000 مرة. 1,000 مرة. النقطة الخامسة، ما عدد منظومات العدسات في المجهر الضوئي البسيط؟ الجواب هو منظومة واحدة. منظومة واحدة. المجهر الضوئي يكون على نوعين، المجهر الضوئي البسيط اللي يتكون من منظومة واحدة، والمجهر الضوئي المركب اللي يتكون من منظومتين. هنا عندنا البسيط يتكون من منظومة واحدة. نقطة السادسة، تسمى الصورة التي تظهر في المجهر الحقل المجهري، تسمى بالحقل المجهري. النقطة السابعة، أكثر المجاهر دقة هو المجهر الإلكتروني النافذ. المجهر الإلكتروني النافذ هو أكثر المجاهر دقة. النقطة الثامنة، تحضر العينة للمجهر الإلكتروني الماسح من خلال طلائها بمعدن معين. طلائها بمعدن معين. الجواب هو نقطة جيم. صار واضح؟ أجب عن الأسئلة الآتية. النقطة التاسعة، ما الجزء الذي يستخدم لتوضيح صورة العينة في المجهر الضوئي المركب؟ الجواب هو المنظم الكبير والصغير. المنظم الكبير والصغير يستخدم لتوضيح الصورة للحصول على صورة أكثر دقة. النقطة العاشرة، ما وظيفة المكثف في المجهر الضوئي المركب؟ الجواب يجمع الأشعة الضوئية الصادرة من المصباح. المكثف يجمع الأشعة الضوئية الصادرة من المصباح. نقطة 11، لماذا تعد النظارات الطبية مجاهر بسيطة؟ الجواب لأنها تتكون من عدسة مكبرة واحدة أو من مجموعة عدسات مرتبطة مع بعضها. صار واضح؟ هذا بالنسبة للأسئلة. هسه نجي إلى أسئلة التفكير الناقد. سؤال 12، قارن بين المجهر الإلكتروني الماسح والمجهر الإلكتروني النافذ. هذه المقارنة أعطيتكم إياها في ملخص الدرس، من شرحنا الدرس أعطيتكم هذه المقارنة، فهنا أنا راح أعيدها عليكم. المجهر الإلكتروني الماسح والمجهر الإلكتروني النافذ. هنا عندنا التشابه والاختلاف. أولا، هو مجهر يستخدم لتكبير صورة الأشياء الدقيقة. هنا عندنا كذلك المجهر الإلكتروني النافذ هو مجهر يستخدم لتكبير صورة الأشياء الدقيقة. ثانيا، يعتمد في عمله على الإلكترونات. المجهر الإلكتروني النافذ كذلك يعتمد في عمله على الإلكترونات. النقطة الثالثة، يعطينا صورة مجسمة للعين المراد فحصها، أما الإلكترون النافذ يعطي صورة دقيقة جدا، مثل ما ذكرنا أنه المجهر الإلكتروني هو من أكثر المجاهر دقة. النقطة الرابعة، تطلى العينة المراد فحصها بطبقة رقيقة من معدن معين، أما في الإلكترون النافذ تقطع العينة المراد فحصها بشكل رقيق جدا. هنا تقطع العينة. النقطة الخامسة، يرسل حزمة من الإلكترونات إلى سطح العينة ومنها إلى اللوحة للتصوير، فتعطي صورة واضحة ومكبرة للعينة تظهر على شاشة العرض. أما المجهر الإلكتروني النافذ يوجه حزمة من الإلكترونات مباشرة إلى العينة، فتنفذ من خلالها، مما يؤدي إلى ظهور صورة مكبرة واضحة على شاشة العرض. هذه المقارنة بين المجهر الإلكتروني الماسح والمجهر الإلكتروني النافذ. هنا عندنا سؤال 13، لماذا تكون المنصة في المجهر الضوئي المركب قابلة للتحريك في أكثر من جهة؟ الجواب، لكي نحصل على صورة واضحة تكون قابلة للحركة في أكثر من اتجاه. يعني لكي نحصل على صورة واضحة، لكي نحصل على صورة واضحة تكون قابلة للحركة في أكثر من اتجاه. نقطة 14، لتكبير عينة ما استخدمت العدسة الشيئية ذات القوة 40x، وكانت قوة العدسة العينية 10 مرات. هنا عندنا العدسة الشيئية ذات قوة 40x، يعني شنو؟ يعني قوة تكبيرها 40 مرة، قوة تكبيرها 40 مرة، والعدسة العينية قوة تكبيرها 10 مرات. فهنا نجد قوة التكبير في هذه الحالة راح تصير، راح نقول 40 في 10. 40 في 10 يساوي 400. إذا قوة التكبير في هذه الحالة هي 400.
النقطة 15 اكتب أسماء الأجزاء المؤشرة في الشكل الأدنى. هذا عندنا شكل المجهر، المجهر الضوئي. راح هنا نأشر على أجزاء، الأجزاء الميكانيكية والأجزاء البصرية. عندنا هذه العدسة العينية، العدسة العينية اللي تكون قريبة من العين، اللي تكون قريبة من العين. هنا عندنا القرص الدوار، هذا القرص الدوار قرص معدني يحمل العدسات الشيئية. هذه هي العدسات الشيئية الثلاثة ذات تكبير 10x و40x و100x. هذه العدسات الشيئية من يحملها القرص الدوار. زين، هنا عندنا هذه المنصة، المنصة هي المكان الذي توضع عليه الشريحة أو الجسم المراد فحصه. هنا عندنا المصباح والمكثف، المكثف هو الذي يجمع الأشعة الصادرة من المصباح. وهنا طبعا عندنا هذه القاعدة، قاعدة المجهر. وهنا عندنا المنظم الكبير والصغير، هذه هنا المنظم يستخدم للحصول على صورة أكثر دقة. وهنا عندنا الذراع، هذا الجزء هو الذراع. هذه الأجزاء الميكانيكية والأجزاء البصرية للمجهر. صار واضح؟ وبالتوفيق إن شاء الله، ومع السلامة.